أنا شفت الرئيس صدام حسين كذبوني ما كذبوني هذا مو شغلي. شفت في هذا الرجل الصلابة، شفت في هذا الرجل الشجاعة، شفت في هذا الرجل النخوة، شفت في هذا الرجل الوفاء لبلد اسمه العراق. أنا أتكلم عن نفسي، شنو انطباعكم أنتو؟ هذا الأمر يخصكم، وماكو واحد بالعراق ما صفق له، ما رحب به، ما رسم له صور، ما سوى له قصائد، ما سوى له شجرة عائلة نسلها ونسبها إلى الإمام علي رضي الله عنه، وأقول الله يرحمه لأن قام قعد هذا رئيس دولتنا.